في هذا اليوم تتويج لشرف المكان في مسجد الحرام، وكذلك شرف الزمان في شهر رجب الذي هو من الأشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والأربعة الحرم هي شهر رجب وشهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، 3 سرد وواحد فرد. قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لأنها من الأشهر الحرم المعظمة عند الله، فلا يجوز ظلم النفس فيها بالمعاصي والمحرمات والبدع والمنكرات، بل يجب على العباد في كل أوقاتهم وأزمانهم أن يكونوا على طاعة الله عز وجل، وأن يلتزموا عبادة الله سبحانه وتعالى، لكن في الأشهر الحرم يتأكد ذلك. وشهر رجب من الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل ودل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فيلتزم المسلم السنة، يلتزم السنة وهدي السلف الصالح رحمهم الله في هذا الشهر الكريم، فلا يحدث فيه أمرا يخالف ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والقرون المفضلة. وقد تكلم أهل العلم في ذلك، ومنهم الحافظ ابن رجب في رسالة له قيمة اسمها تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، وهكذا جمع من الأئمة، فعلى المسلم أن يتنبه لذلك. ومنها أيضا شرف رسالة العلم والتعلم والتعليم ومجالس الذكر في بيت الله الحرام، فيا له من شرف عظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة، ويذكر الله جل وعلا الحاضرين فيها في الملأ الأعلى عنده، إنه جواد كريم.